حضرتك مخطط استراتيجي اهو في بيانات وفي كل حاجه، وانا سعيده بده، سعيده ان احنا هو للاسف طبعا كان عندنا ورق ودراسات كتير كانت بتبقى في الادراج، يعني نطلعه بقى ونشتغل على ده. يعني انا حتى كنت معجبه جدا كل البيانات اللي موجوده في هي اللي بتطبق الواقع، يعني ما فيش فيها حاجه. الصوره بتاعت امبارح ولما حضرتك كنت مع رئيس الجمهوريه، وده سؤال الاخير الخاص بالمخطط الخاص باعاده ترسيم حدود بعض المحافظات، هنشهد مفاجآت في المساله دي ولا اعادات عاديه؟ لا بصي حضرتك، يمكن السيد الرئيس كان واضح جدا في البرنامج الخاص بيه لما قال ان انا عايز احقق العداله الاجتماعيه وعايز ادي الفرصه لكل المحافظات ان يحصل فيها تنميه، ويحصل تنميه مع التركيز بالذات على محافظات الصعيد. تمام. ودي كانت احد المشاكل الكبيره جدا، ان بتلاقي محافظه الصعيد بالرغم ان في اعداد سكان كبيره لكن هي محافظه ضيقه ومحصوره. بمعنى ايه؟ الصحراء الشرقيه خلينا عارفين انها كلها طبيعتها الطبوغرافيه ما بتمكنش ان انا ابني. والناحية الغربية اللي هي المفروض الأرض منبسطة، الصحراء الغربية بتاعتنا وهي دي اللي فيها فرصة للتنمية، كلها تبع محافظة الوادي الجديد. وبالتالي كل محافظات بقى خط الصعيد بدءا من الفيوم وبني سويف والمنيا واحنا نازلين لغاية أسوان، مشكلتها ان الظهير الصحراوي الطبيعي بتاعها اللي هو كان الصحراء الغربية مش قادرين لانه تبع محافظة اخرى. فابتدينا النهاردة اللي بيحصل ان احنا، وده يمكن كان توجيه حتى التوجيه بتاع السيد رئيس الجمهورية، ان نبدا ازاي نمكن ان كل محافظة يكون بقدر الامكان ليها فرصة ان يبقى لها منفذ بحري، مش كل المحافظات طبعا لكن الغالبية بتاعت المحافظات يبقى لها منفذ بحري سواء على البحر الاحمر او على البحر المتوسط، وفي نفس الوقت يبقى لها ظهير صحراوي كافي يقدر يمكنها انها تنمي وتستوعب عدد السكان بتاعتها. امتداد الناس، لكن الاهم الكلام ده عشان يتعمل لازم يبقى جوه كل هذه المحافظات شبكة طرق قوية صحيح تقدر تربط هذه المحافظات مع بعض. وهو ده يمكن كان احد اهم اهداف الاجتماع اللي شرفته يعني بحضوره مع السيد رئيس الجمهوريه امبارح، انها مراجعه شبكه الطرق اللي ان شاء الله هتبدا تتنفذ يمكن في خلال الايام القادمه باذن الله كاحد اهم برامج الحكومه الجديده. انا هوسع وامتد، يبقى لازم شبكه الطرق عشان توصل الناس. صحيح. فبالتالي دي كانت الفكره، ان احنا بنراجع المقترح بتاع ترسيم الحدود مع شبكه الطرق عشان نضمن ان الكلام هذه المحافظات تبقى ان شاء الله مخدومه كلها بشبكه الطرق، وفي خطه واضحه لتنفيذها. هنتابع هذه الخطه. كان عندنا اسئله كتيره النهارده، لكن الحقيقه احنا حطينا ايدينا على بعض الاجابات عن بعض علامات الاستفهام اللي كانت صعبه في الحوار. يعني اسمح لي اشفقت على حضرتك جدا، يعني الوزاره فيها تحديات كبيره جدا وصعوبات كبيره جدا، لكن ان شاء الله نتمنى ان احنا، واحنا كاعلام هو دايما بيقولوا ان احنا بنهاجم، هو بنقول اهو ان شاء الله الرؤيه موجوده ومتوفره، ربنا يعين حضرتك خلال هذه الفتره وهنتابع بالتاكيد. والصوره دي صوره، يعني الكلام ده كلام مهم جدا، مخطط الاستراتيجي القومي للتنميه العمرانيه في مصر، الكلام ده دايما الناس بتاخده على انه يعني ايه المخطط الاستراتيجي وايه الكلام الكبير ده، لا جوه هنا في الكلام الواقعي بقى، مشكله الفقر، مشكله الاسكان، مشكله الصرف الصحي، مشكله الطرق، مشكله التوسيع والامتداد الخاص بالمحافظات واعاده ترسيم الحدود، يعني في كلام مهم جدا في هذا. طبعا هتستردوه مني دلوقتي. نورتني النهارده دكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان المصري، نورتني، وان شاء الله نتابع مع حضرتك تنفيذ هذه الخطوات على الارض. والشباب اللي كان بيسمع معايا الوزير النهارده ولسه بيحلم بشقه و